إذن مشاهدينا الكرام، نشهد حالة من التوتر الآن في حي الشيخ جراح. هنا اعتقال أحد الشبان مثل ما نشاهد في هذا البث المباشر بعد الاعتداء عليه، ويبدو اعتداء، يبدو هناك إصابة لأحد جنود الاحتلال. إذا إصابة لأحد عناصر شرطة الاحتلال. ايوه هذه غاز ولا شو؟ لا لا إذا ما نشاهده في هذه الصورة مشاهدينا الكرام هو ما تقوم به قوات احتلال الاعتداء على المواطنين، وذلك منعا من تواجدهم في هذه الأرض. هذه الأرض تعود لعائلة سالم من سكان حي الشيخ جراح المستوطنين، يدعون ملكيتهم لهذه الأرض، ويعني قاموا بإحضار عناصر من قوات الاحتلال لإجبار المقدسيين على إفراغ الأرض من هذا التواجد. يعني نشهد حتى هذه اللحظة رغم القمع والاعتداء، وشهدنا اعتقال أحد المقدسيين وإطلاق القنابل الصوتية باتجاههم لأنهم يصرون على التواجد في أرضهم. هناك يبدو تعزيزات أيضا من شرطة الاحتلال في المكان. إذا الآن يطالبونهم بإفراغ المكان، إبعادهم عن الأرض. نشهد هذه الطريقة. ما زمان يخاف تفهم.
أشير مشاهدينا الكرام أن أهالي حي الشيخ جراح كانوا قد دعوا للمقدسيين لأداء صلاة الجمعة هنا بالقرب من هذه الأرض، وهو فعلا ما تم. تمت صلاة الجمعة في حي الشيخ جراح أمام الأرض المهددة بالإخلاء من قبل قوات الاحتلال، وبعد انتهاء صلاة الجمعة بدأت قوات الاحتلال بقمع المقدسي ومنع من التواجد ودخول هذه الأرض، ولكن يعني شهد رغم كل ما تعرضوا إليه لأنهم متواجدون في أرضهم. إذن عائلة سالم تجلس في أرضها. قوات الاحتلال الآن من جديد تجبرهم على الابتعاد عن الأرض وعدم التواجد فيها. إذن نشاهد أمامنا في هذه الصورة منزل عائلة سالم وأمامه هذه الأرض. يدعي المستوطنون بأن هذه الأرض ملكيتها تعود لهم، وهو بالتأكيد ما ينفيه أهالي عائلة سالم، مؤكدين على أنها أرضهم وأنهم يملكون الأوراق الثبوتية لذلك. عائلة سالم كانت قد سلمت قرار للإخلاء وهي مهددة بالإخلاء من منزلها في أي لحظة. يعني نتحدث ليس فقط عن عائلة سالم تحديدا في هذا الحي، حي الشيخ جراح الحي الغربي تحديدا، هناك أكثر من 5 عائلات قد تم تسليمهم مؤخرا قرار بالإخلاء من منازلهم، والآن يعني العائلات تخوض حربا في محاكم الاحتلال. وكانت إقامة صلاة الجمعة هنا من الفعاليات الاحتجاجية التي يعبر عنها بها المقدسيين بمنعهم من بدعواتهم لمنع إخلائهم من منازلهم. إذن حتى هذه اللحظة هناك اعتقال لأحد الشبان، اعتداء على جميع المتواجدين بالقنابل الصوت والدفع وأيضا الضرب بالهروات، بالإضافة أيضا شهدنا إصابة لأحد عناصر جنود الاحتلال خلال المناوشات التي اندلعت في المكان عقب انتهاء صلاة الجمعة هنا.